الجريمه ديالي كنت خدام مع السيده هذه. قبل ما تحكي لي التفاصيل، واش كنت في يوم من الايام تخيل انك ممكن ترتكب هذيك النوع من الجريمه؟ ابدا ما كنتش كاع متوقع كاع، ما عمري نويت على راسي انا. كنت كتشوف الناس في السجون كتقول داك الشيء وقع عليهم يا هما. نعم. اي واحد كيشوف قصه في سجن ولا حكايه ديال شي سجين ولا واحد جارو تسجن ولا من العائله كيقول انا ما غنديرش داك الشيء، ما يوقع عليش داك الشيء. نعم. احكي لنا كيفاش حتى ارتكبتي الجريمه السي سفيان؟ ارتكبت الجريمه كنت خدام مع هاد السيده هادي عادي، عجبات الخدمه ديالي وطلبتني من ان نغدا نصبح خدام معاها، وداك الشيء اللي كان طبيعه العمل اللي كنت كتأدي. طبيعه العمل كنت جارديني، وتطورت العلاقه وليت سائق ديالها، وليت سائق معاها وليت صافي من قوت هي قبلتني نخدم معها. يعني نقول لك مع كنت ساكن حداها، ساكن يعني السكن ديالو حدا. انا داك كنت متزوج. نعم متزوج. لا قبل ما تزوج. قبل ما تزوج كنت خدام معها، ملي خدمت معها مشيت تزوج، نقود ديك العلاقه اللي تطورت بيناتنا. ملي تزوج تخلقت العلاقه بيني وبينها، ملي بديت كتبين لي ان راه ما عرفتش شنو تعلقات بك. انا تعلقت بيا وانا زدت تعلقت بها اكثر. حتى انت؟ لا انا تعلقت بها اكثر. ومن بعد ملي تعلقت بها اكثر من بعد بدات كتبين لي شي تصرفات، انا خاف ديك التصرفات نديرهم ولا شي حاجه نصدق انا ربما غلط. وملي ما درتش ديك التصرفات مشيت فحالي، ملي مشيت فحالي بقى فيها الحاليه. بقى فيها الحال ما بقيتش باغي تخدم معاها، ما بقيتش باغي تعيش. نعم مشيت دبرت خدمه اخرى وقريبة نيت سائق. وملي خدمت في جهه اخرى ما بقات واحد المده مقلقه عليا، ومن بعد احتاجتني وعيطت لي. ولا عيطت لي عاود طورت العلاقه. شحال بقيت بعيد؟ شحال بعدت؟ المده ما بعدتش بزاف، شي 3 شهور ولا 4 شهور. كانت كتواصل معاك؟ كانت كتواصل معايا، ملي تواصلت معايا على حساب الغضب ديالها عليا في مده 3 شهور. ومن بعد بدات كتوصل العلاقه بيني وبينها، وليت كتعيط لي في اي ساعه في اي لحظه، في الليل في الصباح حدا راه شي عرس حدا راه شي حفله كنديها بالليل نجيبها. ملي رجعتي لها رجعتي كسائق ولا رجعتي لنفس العلاقه اللي كانت بينك وبينها قبل؟ رجعت العلاقه اللي بيني وبينها قبل. لما سائق كنت خدام، ولكن من قوه تعلقت بها بعض الخطرات كنسمح في الخدمه اخرى والحب ليها كنت كنعطيه لها ليله. دابا العلاقه كانت جيده بينك وبينها؟ العلاقه عاديه. وتشتغل معها كسائق؟ نعم كنشتغل معها كسائق. كيفاش حتى تطور الامر انه وقعت الجريمه؟ كانت هي الصراحه كانت موفره لجميع الظروف، جميع الظروف مشكل فيا انا. كيفاش كانت موفره لك جميع الظروف؟ يعني كنحتاج شي حاجه الفلوس كتعطيها لي، كنحتاج الطوموبيل كتعطيها لي، ما عمرها قالت لي لا، كتعيط لي في اي ساعه كنلبي لها الطلب ديالها كنمشي نتسخر لها نتقدى لها نمشي. الجريمه وقعت واحد الصباح عادي جدا، ما مخدر ما مدروكار ما كندير حتى شي حاجه. واحد الصباح جيت لعندها على الصباح، الراجل ديالها خرج دا دري مدرسه، وانا جيت لعند ملي جيت لعند الصباح طورت العلاقه بيني وبين بالهضره بالكلام. مع قوه السكن انا خفت وما بحال اللي تشدينا بيناتنا، وهي بدات كتغوت تخاصمنا. كنتو كتخاصموا يعني؟ كنا كتخاصموا، بدات كتغوت وانا مقوت، ما انا ما مجرم ما والو، بالصدفه لقيت راسي هاد الشيء هذا. طيح حتى هي هذه بقات كتغوت، جبرت انا واحد مصغر البطاطا، مصغر البطاطا صغير كان تما، ديتها شي ضربه هنايا طاحت بقات كتغوت مقوت انا الخلع اللي فيا وخصني غنمشي في حالي نسكتها ونمشي في حالي. طيحتها تما طاحت تما ومشيت في حالي. زدتي طعنتيها؟ طعنتها. زدت طعنتها ومقوت الخلعه، ما عارف ما ندير، خصني غنسكتها باش نمشي في حالي، وما عارفش العاقبه ديال الجريمه، وما عارفش راه شنو درت. صافي ساعه الغضب في لحظه ما عرفتش راسي شنو درت، وديك ملي درت ديك الجريمه مشيت في حالي وانا اللي بلغت البوليس. انا اللي بلغت البوليس الجريمه، بقوه الخلعه اللي فيا خصني نبرئ راسي.